ما عندكش فلوس يبارس اللعبيه اللي تاخذ فلوس من برا. قداش تكلفت لك الانتخابات الرئاسيه دي برا؟ خذ قداش صرفت عليها؟ ما هي معلنه في التقرير، معلنه في التقرير 80 مليون. 80 مليون هاي معلنه مشيت هكاك مقابل 0.37. عاش بيه عاش بيه عاش بيه. قداش تكلف لك السوت؟ صاريف فما ناس جابوا 0.37. السوت تكلف لك مليون يا ودي؟ فما ناس جابوا 0.37 وصرفوا مليارات، انا ما صرفتش 80 مليون كهو. سبب ما صرفتش. منين جبتهم؟ فلوسي. فلوسك الخاصة صرفت منهم 80 مليون؟ ايه هاك مليونير بيسور. علاش؟ انا عندي استاذ تعليم عالي مليونير. لا انا استاذ تعليم عالي، معناها فهمت، خدمت برشا مع الوثائقيات، الجزيرة الوثائقية، وخلصت. مرتي تاخذ شهريه كبيره لبس عليها راه. دونك عندك القدره انك تشد 80 مليون مانيش تحطهم في انتخابات معناها فلوس يا ذم. اي انت عرقت عليهم ومعطاهم لي حد عاد ما مولي ولا لا شوف ما مولي حد. انا بديت نخدم عمري 16 عام داكوردو، بديت نخدم عمري 16 عام. جو اسمع شوف اللي عنده شهريه يقص علي انا. انا انسان صنعت روحي بروحي. كيفك انت بالضبط؟ انا علاش تعجبني؟ علاش تعجبني انت؟ لانك كيفي انا صنعت روحك بروحك. سي ناجي ينجم يكونوا مولوك رجال اعمال وهذا مش ممنوع في القانون، ينجم يكونوا عاونوك اصدقاء، ينجم انت قلت من فلوسك الخاصه. أي. واضح. أي. معناها انت انت صرفت برشا على السياسه اكثر من اللي خذيت ولا انا خذيت شخطيت بالسياسه، خذيت شهريه.